عرف نفسك يا ريس. احمد ابو غزاله، عضو حركه 6 ابريل وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف الشباب الثوره. اتفضل. حضرتك انا بدعوك لمؤتمر هنا في امبابه في شارع المدارس. للشعب يريد اداره المرحله الانتقاليه، بمعنى انه عايز دستور. اولا ما ينفعش بلد تكون من غير دستور. ما ينفعش بلد تمشي من غير دستور. تمام كده. فانا دلوقتي ما ينفعش نبقى سايبين المجلس العسكري بيتحكم فينا ومش عارفين اصلا احنا بنعمل ايه، وهو بيعمل ايه اللي على مزاجه واللي هو عايزه بيعمله دلوقتي، والشعب ملوش اي راي. وهو طبعا بيكتسب الشعب بخبرته، بيكتسب الشعب اللي ناحيته، وبيتابع نفس اسلوب النظام الوطني. طب سجاني مسكن لوحده انا شغال لوحده؟ نعم. ساكن فين؟ لا انا ساكن هنا في امبابه في شارع بني محمد. تمام كده. وهنا وعيد حركه 6 ابريل وماسك مجموعه امبابه هنا. تمام. تمام كده؟ ان شاء الله احضر لك. خلاص. شكرا. ماشي.